قضية أخرى أيضا ننبه جميع المؤمنين على الاستعانة بالله عز وجل. احنا في ظرف صعب أخوتي وأعزتي، صحيح الحمد لله الله عز وجل من علينا بنعمة الأمان، الآن احنا بالليل ننام بالبيت الحمد لله ما خايفين، هاي ما أكبرها من نعمة، اللهم أدمها علينا، وقاعدين همات يم هذه الوجوه الطيبة أو ما خايفين. ذاك الوقت تلك الفترة كنت هيك أرجف، شلون أمشي في الزقاق في العقل، شلون أسير، أخاف أن يجيني منا ومننا أنا. وبالفعل شو مرة لزموني على أي حال. الآن نعمة الأمان نحن فيها، فلا بد وأن ندعو الله عز وجل يعيننا في جميع أمورنا، حتى الذي عد بنات، عد زوجة، عد أمور أخرى يستعين بالله، يا ربي أنا ما أقدر، أنت أعني على تربية أولادي، بناتي، زوجتي، نفسي. هذا طلب الاستعانة من الله عز وجل شيء مهم. القرآن الكريم هم يؤكد لي وين في أي آية، وإلا تصرف عني كيدهن. يوسف عليه السلام يقول لله عز وجل وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أروح إلى طرفهن وأكم من الجاهلين. يعني دائما إلزم إيدي، ترى أنا وياكم ما تتشي، أنا لما استصعدت منانة هم يكون أطلب من الله عز وجل شنو، أصعد المنبر مثلا، يا ربي إلزم إيدي ساعدني، تذهبون إن شاء الله للتبليغ دائما أطلبوا الاستعانة من الله عز وجل. لا تقول لا أنا محضر الموضوع كل زين مرتبة وهذا إلى آخره، لا خطأ. هذا القرآن الكريم يؤكد على مسألة هذا غرور، غرور بالنفس خطأ كبير فاحش. هذه قضية من القضايا